مساء الخير. أول إطلالة مطولة لوزراء دخلوا الحياة السياسية من بابها العريض، إلا أنهم حتى الأمس القريب لم تكن أسماؤهم في التداول لا الإعلامي ولا السياسي. فمن هم وكيف تم اختيارهم وما هي تطلعاتهم؟ وفي مناسبة استضافتهم نسأل: ما هو معيار التوزير في لبنان؟ ولمن يكون الولاء؟ للزعيم الموزر أولا أو للوطن؟ ما هو هامش حريتهم؟ وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير الثقافة رونيا عريجي، ووزير الاقتصاد والتجارة ألا حكيم، أسماء بثلاثة أشهر أقل ستحتل مساحات الإعلام السياسي. فلنتعرف عليهم معا في هذه الحلقة. وأيضا مشاهدينا سنستضيف في هذه الحلقة لاعب الرسلينج زهير مراد، الذي اعتقلته مخابرات الجيش الاشتباه به، ومن ثم تم إطلاق سراحه. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم ست أليس. مساء الخير. يعطيكي ألف عافية. معالي الوزير عريجي، أهلا وسهلا بك. مصور. أهلا وسهلا بك أستاذ ألا حكيم. مصور. يا هلا فيكم. بدي بلش منك، السيدة الوحيدة في هذه الحكومة، كل التشكيلات قريناهن ما في أسماء سيدات، بعدين تفاجأنا أنه تم توزيري. كما تفاجأت. كمان تفاجأتي مثلنا. كنا يعني الحركة النسائية كانت هيك عم تغلي انه ست وحدة حتغصوا فيها على 24، فعلا ما غصوا والفضل يعود الى رئيس الجمهورية بذلك. فكيف تفاجأت بذلك؟ معقول؟ سبق وادليت بتصريح امام التلفزيون ان تي في انه نهار سبت الظهر، نهار جمعة، نهار قبل التعيينات، تم الاتصال فيي من قبل القصر وسألوني هل أنا جاهزة لأكون وزيرة. قلت لهم أنا جاهزة مع الشكر. قال يمكن يمكن يمكن. ما في ما أكدوا لك يعني؟ بعد نص ساعة تلفنوا لي من القصر قالوا لي نسيها. نسيها؟ نسيها. نعم، تخربطت. قالوا لي نسيها. أها. وبتهيألي لآخر دقيقة مثل ما فهمت من فخامة الرئيس إنه كان لأنه التغى تعيين أو تسمية الأستاذ خليل الهراوي كوزير. رجع فخامة الرئيس ارتقى إنه يعينه. يعني لما قالوا لك نسيها كانوا يعني كان بده يرجع يوزر خليل الهراوي، لان بكل التشكيلات اللي تسربت كان في اسم خليل الهراوي. بعدين شفنا قال لي ما تعطيت ابدا ابدا. ايه أبداً. بس على حساب الوزير خليل الهراوي تم توزيري؟ لا ما بفتكر لانه كان الاستاذ خليل الهراوي كان مفروض يستلم وزاره الدفاع لما بطل في مرونه للدفاع. اكزاكتو. بس كان في يستلم كمان غير وزاره، يعني هو منه خبير عسكري محلف. ما تساليني انا شو بيشكي بالمهجرين مثلا خليل الهراوي. انا ما عندي مشكل ابدا ولا طلبتها. وبفتكر فخامه الرئيس راد انه يأرجي كل شخص اذا انغبى محل بيضل يقدر يوصل الى حقوقه في وقت من الايام بهالبلد. يعني بهالبلد يعني هل لانه أليس شبطيني سيده او لانك من جبيل ساعده بتوزيري؟ ما لها علاقه ولا باي شكل. لانك ست ولا انك جبيليه؟ بلا ست اكيد. اكيد لانه دور زوجته وهو شخصيا كان حابب انه يدخل العنصر النسائي. تحيه للست وفاء، لكن ضغطت منيح مع الضغطين بالفعل. بهذا المجال. ايه بالفعل. بدنا نقول لكل الستات يعملوا هيك مع رجالهم لما يكون عندهم يعني القدره. اتمنى انه زوجات السياسيين. وين هو بنتي؟ يعني رئيسة أهم محكمة، محكمة التمييز العسكرية. إيه بنظره 40 سنة بالقضاء. إيه؟ وأنت معززة مكرمة وبتاخذي أهم مناصب. مظبوط مظبوط. يعني بيرتقي فخامة الرئيس إنه كان حق لإلي يكون رئيسة مجلس قضاء أعلى. صحيح. وأنا كمان ما زعلت أبدا يوم عينوا رئيس جون فهد. نعم. قال لي هذا حقك. وما زعلت لأنه انت بتعرفي انا بحترم كل قرارات الدوله. بنظروا انه في كتير ناس قالوا اني انا انغبنت، انا عم اقول لك فوجئت.
فوجئت، بس اكيد بشكر فخامة الرئيس من كل قلبي، وهذا فخر لإلي اني اشتغل بهيك وزارة فيها عنصر واسماء كتير محترمة بالبلد ومعروفة ونزيهة. أنا مبسوطة أني أشتغل بهالوزارة. ونحن مبسوطين فيك كثير معالي الوزيرة، بنلبق لك على كل حال، وأدائك بعتقد بالقضاء الكل يشهد لهذا الأداء، مع أنه نحكى كثير عن ملف العملاء وأحكامك المخفضة، هي بدي أتركها لبعدين. بس بدك إياها بعدين، بدي أتركها لبعدين. ما عندي أبداً عقدة جاوب على أي سؤال. قلتي لي هالشيء وأنا بحيي هذا الشغلة فيك، مع أنه هيدي بعدها يعني من اول اطلالات تلفزيونيه لك. استاذ روني عريجي، كيف اتاك التوزير؟ كمان تفاجات؟ كنت عم بتغدى عند الوزير الفرنجي قبل بشي 7-8 ايام من تاليف الحكومه مع صديق مشترك، ونحن وراجعين على السياره قال لي جاهز تكون وزير؟ قلت له انا جاهز اذا انت بتشوفه مناسب. قال لي حضر حالك ممكن يصير. شكرته على ثقته في حال صارت. بعد كم يوم احلى دسير هيدا بعد الغداء هيك خبريه. يعني هو اكيد تشريف وثقه كبيره وتكليف بذات الوقت، مسؤوليه كبيره كمان يعني. بعدين كنت عارف شو الحقيبه مثلا اللي رح تستلمها، او سالت عن الحقيبه؟ لا. حتى يمكن الزعيم سليمان الفرنجي كان عارف اي حقيبه رح تطلع للمرضى؟ صور الحقيبة قبل بكم يوم انعرفت ورست على وزارة العمل، ورجعت آخر قبل بليلة أبلغني الوزير الفرنجي إنه لا مش العمل، الثقافة. بس حتى للعمل كان روني عريجي وللثقافة روني عريجي. إيه نعم. ولو وزارة دولة مثلا كمان روني عريجي. ممكن ممكن، هذا عن جد القرار بيرجع للوزير الفرنجي، هو بقرر وهيك قرر، وانا بشكره كثير على ثقته وان شاء الله اكون عقد المسؤوليه. كمان بدي ارجع لك بهذا المعيار بالتوزير، انه بنجيب شخص بنجيب طربوش وبنحط له راس، يعني هيك عم بيصير بالوزارات. لا لا لا، لانه قاضي بوزاره المهجرين شو بيمنع؟ محامي روني عريجي بوزاره الثقافه. شو بتحطي بوزارة الثقافة؟ شو المعيار تاعك؟ شو المعيار؟ ممكن نجيب مثلا فنان مثقف ناقد فني. شو بينقصوا ثقافة؟ ما عم بقول هيك، ما عم بقول هيك، بس لا مش بالضروره بنجيب بنحط طبيب كمان بغير وزارة الصحة. مش بالضروره، لا، الوزير الفرنجي كان ناجح كثير بوزارة الصحة، وعلما انه منه طبيب نجح الوزارة، الوزير ما ضروري يكون اختصاصي بوزارته. الوزير بده يكون عنده أول شيء مسؤولية سياسية، يحاط بمستشارين بيعرفوا، بده يكون عنده المام وحس بالعمل، عمل الدولة، وبيمشي الحال يعني. بعدين المعيار للثقافة هو، أنا ما عم شكك أبدا بثقافتك لأنه بعرفك لا شخصيا، وبعرف أنه يعني روني عريجي قديه مثقف، قديه بحب الثقافة، واهم من هيك انه كان اخذ قرار الوزير الفرنجي يطلب الوجه الحلو للمرضى اللي كل الناس بتحبه. لا، في وجوه حلوه كثير بالمرضى، انا ماني مختصر ابدا. في وجوه، في اسماء كمان قاسيه ممكن تعتبر مثلا استفزازيه. لا، ما عندنا حدا استفزازي، نحن تيار سياسي في كادرات كفوقه، عندها كل الكفاءه تتولى مناصب سياسيه ومنها الوزاره. صديق الوزير يوسف سعادة تولى بالسابق وزارة الدولة ونجح فيها، بعدين الأستاذ فايز غصن تولى، هو نائب رئيس تيار المرضى، تولى وزارة الدفاع. اليوم لأسباب وظروف معينة سميت أنا، وبكرة بيجي غيري من المرضى. بالعكس، أنا يعني بلاقي أنه تيار المرضى في كتير طاقات وكلها جاهزة يعني. مبروك كمان. مرسي. ألا حكيم الاسم المناسب في المكان المناسب. ما حدا انتقد انه من مصرفي الى وزارة الاقتصاد والتجارة، طبيعية جدا، بس هل تم توزيرك لانك كاثوليك؟ ما لقوا الكتائب نبشوا نبشوا بدنا كاثوليك يا شباب، يا في ألا حكيم كاثوليك، كمان هذا احد المعايير في التوزير. اكيد يعني كان موضوع، اذا بدك كان في قضية طائفة على الاكيد، ولكن كمان كان في قضية تانية اللي هي قضية الرجل المناسب بالمكان المناسب، وثقبوا انه على حظي ظبطوا اثنين مع بعضهم. فهيك اجت.
طيب تفاجأت كنت بأجواء أنه رح يتم توزيرك من قبل حزب الكتائب وأنت صار لك كتائبة من فترة قصيرة يعني من جديد؟ مزبوط مثل زميلي كمان كنت عم بتغدى وإجاني تليفون من الشيخ سامي جميل وعرض علي الموضوع وقلت له أنا حاضر للمهمة وفعلا نهار الجمعة عشية نمنا عبنا ما كان فيه حكومة وعين عبوكا نهار السبت الحكومة كانت موجودة وكنا عارفين بالحقيقة إذا سؤالك التالي إذا كنا عارفين فيها كنا عارفين فيها قبل بشي 5-6 أيام إذا مش أكتر كان مقرر أنه كان مقرر وزارة الاقتصاد من حصة الكتائب فيما يختص فيه أنا بس شو هالغدا يعني شو بتكونوا عم تتغدوا بيجيكم هيك خبر غداء عمل شو بيكون المنيو لما بيجي خبر مثلا توزيع غداء عمل كان غداء عمل غداء عمل طيب بدنا نتوقف هيك مع بروفيل قصير جدا ما بيقدر يختصر مسيرتكم خاصة مثلا القاضي أليس شبطيلي انت فعلا يعني كنت بمناصب كثيرة حياة طويلة من العمل تكللت هلأ بوزارة خلينا نشوف من هي أليس شبطيلي بهذا الريبورتاج البروفيل هي ممثلة المرأة في الحكومة وبرأيها أن الوزارة ليست نهاية بل بداية عمل أليس شبطيني القاضية منذ 41 عاما ولدت أليس شبطيني عام 46 متأهلة من الدكتور البار العم ولها 4 أولاد 3 شباب وفتاة هي مجازة بالحقوق والعلوم السياسية والحق العام تولت منصب رئاسة غرفة في محكمة التمييز بالتكليف لتكون أول سيدة تحتل هذا المنصب القضائي المرموق في العام 95 قبل أن تعين رئيسة لمحكمة التمييز العسكرية يعرف عنها أنها كانت تعمل بصمت وتدرس ملفاتها بتعمق ودراية وتصدر أحكامها وفق قناعاتها بعيدا عن أي تأثير حائزة على شهادات في قوانين العمل الدولية وأستاذة في مادة قانون العمل ولا شك أن دخول شبطيني المعترك السياسي من بابه الواسع ومن موقع السلطة التنفيذية سيشكل مع زملائها من أصحاب الكفاءات مصدر غنى لهذه الحكومة بلشت الأسئلة والتساؤلات الكثيرة لكم من المشاهدين عبير شبارو عم تسألك الوزيرة الوحيدة ممثلة النساء في الحكومة هل ستمثل قضايا وحقوق اللبنانيات وتطالب بها هل ستطالب بالكوتا عند عرض قانون الانتخاب أكيد بدي شارك بكل قانون وبكل قانون المرأة لها حقوق بكل قانون بكل تصرف بصورة عفوية المرأة بتاخد بدي أخذ قرارات لمصلحة المرأة يمكن عندك إجراء بوزارة المهجرين سويت ما بين الإمرأة والرجل مزبوط البنت والصبي اثنيناتهم صار عندهم حق يكون إنهم سقف قبل كان سقف. فقط ما كانوا بس يعطوا الشباب بيعتبروا يعني. إنه هي بتتجوز بيجي حدا بياخدها أخذت قرار مساواة بين الإبنة والابن بدي ارجع اسالك عن الكوتا النسائيه لانه بعتقد موضوع كثير مهم ويمكن عالمنا العربي لا يقدر يطلع من فكره الطبقه السياسيه هي للذكور فقط والمراه يا بتحجز مقعد ليكبر الصبي او ل هيك يعني بالصدف او زعيم بيقرر او مسؤول سياسي بيقرر انه هات لنجيب سيده منيحه للبي ار ربما فبعتقد الكوتا ضروريه كمرحله انتقاليه هل بتايدي فكره الكوتا أنا بالعمق ما بأيدها لأنه أنا بعتبر كل إنسان بيشتغل بيقدر يوصل إنما في موانع بتجبرك لفترة معينة على الأقل 10 سنوات على الأكثر اعتبري 10 سنوات فترة انتقالية يتعودوا ينتخبوا امرأة ولازم تدخل بالحياة السياسية لازم نعم بالقليلة بالانتخابات البلدية يعني هاي الكوتا لازم تكون معتمدة بالانتخابات البلدية 100% بالبرلمان كمان ما بيمنع بس ما ضروري يكون نفس النسبة بس ما حس انه عندك هذه الحماسة لتكون قضية مثلا دافعة عنها اكيد دافعة عن كل شيء لان الدول اللي سبقونا بهالمجال وكانوا النساء كتير اكتر منا اخذين حقوقهم ما قدروا دخلوا السياسة الا عبر الكوتا لهالسبب انا بأيدها اكيد كمان بدنا نشوف بروفيل
للوزير روني عريجي، من هو في سطور؟ ريمو عريجي أو روني عريجي كما يعرفه الجميع، أزغرتوي المتعدد المناصب والصفات، المحامي والمستشار والسياسي، تسلم حقيبة الثقافة ويحلم بإظهار وجه لبنان الحضاري. ولد ريمو جوزيف عريجي في زغرتا في 31 من تموز عام 65، وبعد أن نال عام 84 البكالوريا من مدرسة الفرير انضم إلى جامعة القديس يوسف وحاز إجازة في الحقوق، ثم عام 89 دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من جامعة القديس يوسف أيضا. انتسب عام 90 إلى نقابة المحامين في بيروت بصفة محام متدرج، ثم تابع ممارسة مهنة المحاماة من خلال مكتبه الخاص في مكتب عريجي ومعلولي للمحاماة. شغل روني عريجي منصب مستشار للوزير سليمان فرنجي في وزارات عدة كوزارة الصحة العامة ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية والبلديات. هو عضو مؤسس في تيار المردة وعضو المكتب السياسي ومنسق العلاقات الخارجية في التيار، متأهل من وداد عبد الله وله ابنتان نيكول ونادين. الله يخلي لك هالعيلة، أكيد فخورين كتير بروني عريجي. بس وأنا فخور فيهم كمان ما في شك. بحب أسألك قدي كان للصداقة هاي اللي جمعتك لسنين طويلة مع الزعيم سليمان فرنجية من أنتو ولاد أصحاب؟ طبعا. يمكن ما بتفوق من أمتين أنتو أصدقاء لأنه من نفس العمر تقريبا، من أيام الطفولة زيت العمر في بفرقنا 3 أشهر عمر. أهلي والله يرحم أهله كانوا كتير أصدقاء، وبما أنه بذات العمر انتقلت الصداقة وعملنا مشوار العمر سوا لليوم. هذا على الصعيد الصداقة، يعني هو خي لي منه صديق، هو خي بالحقيقة. كمان هذا بمعايير التوزير فينا نعتبر كان مؤثر يعني صداقة؟ لا، بيلعب دور بسيط. أنا بجانب الصداقة علاقتي مع سليمان فرنجي فيها شق كبير هو السياسة. أنا عضو مؤسس بتيار المردة من سنة 88، يعني أنا وبعض الأصدقاء كان لنا دور بتأسيس الجناح المدني للمردة. اشتغلت عدة مناصب بالمردة ومستشار الوزير الفرنجي. بتربطني فيه باستثناء الصداقة علاقة سياسية، أنا بآمن بالمبادئ اللي بآمن فيها، بشوف فيه صفات سياسية كتير كبيرة، صفات القائد، دونك بتجمعني في الصداقة والسياسة. قناعة سياسية إضافة إلى الصداقة طبعا. بس ما ممكن تختلفوا مثلا بالسياسة، تقرر أنه أنا صحيح هو كان له الفضل بتوزيري بس بهذه النقطة مثلا ماني مقتنع معه، شو بيبدرون يا ريجي؟ ممكن لا، أنا آخر شيء أنا بنت من التيار سياسي، وقت اللي بيصير الخلاف كتير جوهري، وهذه ولا مرة صارت. أكيد بيصير في فراق بس ولا مرة صارت. بنختلف بالتكتيك، بنتشاور، بنحكي، بنتناقش، أوقات بنتناقش كتير، بس في ديمقراطية بالمردة. طبعا في ديمقراطية أكثر من الناس بتفكر من برا، يعني على حال أكيد في ديمقراطية. أنا حكيم نفس السؤال لك، اليوم أنت وصلت حضرتك يعني بتعلم بالجامعة كمان دكتور مثل ست أليس، وبتشتغل ببنك مسؤول للمبيعات مزبوط؟ لا، بالاعتماد اللبناني. مدير عام مساعد للمجموعة. مدير عام مساعد، طيب، وأصبحت وزيرا بفضل أنه سامي جميل شاف فيك كفاءة معينة، شاف فيك شيء معين، وكاثوليك زبطت معك. طيب هلا بالسياسة، في حال أنا حكيم اعتبر انه بمساله معينه منه متفق مع حزب الكتائب، شو بيعمل؟ او الانتماء الحزبي خلص بخلينا نصير بكل شيء نفذ ولا تعترض؟ لا، اولا بحب اوضح شغله واحده، انه الشيخ سامي على اكيد ما هو اللي بيقرر لحاله. الشيخ سامي يمكن عرض، ولكن في مكتب سياسي وفي هيكليه لهالحزب اللي هي حبت كمان تسميني إذا بدك وزير. فإذا القضية قضية جامعية ولكن مش قضية فردية، هذا واحد. هلا من ناحية أنا أنتمي إلى حزب الكتائب، كنت رئيس مجلس وبعدني رئيس مجلس رجال أعمال بالحزب الكتائب، وأكيد توجه الحزب هو توجهي، وكمان ما إذا هالتوجه ما كان توجهي ما كنت موجود بالحزب، وين ما بالمستقبل ما بيكون، اما هني بيتركوني اما انا بتركهم، ولكن هيدا مش للوقت الحاضر الحالي. ما بعرف اذا هيدا الشيء بيصير بلبنان، شفناه بمرات قليله وكانت ردات الفعل يعني عليه فيها استهجان. شفنا يمكن وزيرين مش اكثر، عدنان السيد حسين الوزير الملك
الوزير شار رزق هن اللي وصلوا عبر يعني أشخاص وأطراف حزبية معينة ورجعوا بعدين غيروا، بس عامة هذه بتصير بطريقة يعني بتصير قليلا جدا في الحياة السياسية اللبنانية. خلينا نرجع بدي لك شغلة، انه وقت الواحد حزب بياخذ قرار يوزر شخص يمثله بالحكومة اجمالا بده يكون انه في اتفاق كثير كبير بوجهات النظر، والا ما بيجيب حدا يكون ربع ملتزم نص ملتزم. هيدا بالنسبة للحزبة طبعا. هلا غير الحزبة كمان شو المعيار؟ فعلا بيكون يعني عم بيقوم بخيانة للشخص اللي جابه إذا غير، أم إنه تغيرت قناعاته بمرحلة معينة وهذا ممكن أن يحصل؟ كمان يعني إذا سؤال تغيرت إذا تغيرت قناعاته هو حدا مسميه مفترض يستقيل إذا تغيرت قناعاته هالقد يعني بشكل جوهري. هو هيك عمل على كل حال الوزير الملك بالسابق. خلينا نشوف كمان بروفيل أنا حكيم، من هو؟ نشوف شوية صور ونرجع نعلق عليهم. هو القادم من عالم الأعمال ليتسلم وزارة الاقتصاد. ألا حكيم الوزير الكتائبي الذي وعد اللبنانيين بأنه سيهتم بالأمور المعيشية والاستهلاكية متمنيا أن يكون عند حسن ظنهم. ألا حكيم من مواليد 3 أيار عام 1961، حائز على شهادة دكتوراه في مجال إدارة الأعمال وشهادة في الدراسات العليا في إدارة الأعمال وشهادة الماستر في التسويق من جامعة القديس يوسف وإجازة في علم إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية الأمريكية. صحيح أن ألا حكيم لم يكن اسما متداولا كثيرا على الساحة السياسية، لكنه اسم اقتصادي معروف وملم بالواقع الاقتصادي كونه مساعدا للمدير العام لمجموعة الاعتماد اللبناني، وهو من العام 89 حتى اليوم عضو اللجنة التأديبية في كلية إدارة الأعمال في الجامعة اليسوعية. تحسب له ديناميكيته واندفاعه، لكن لا شك أن ملفات اقتصادية كثيرة تنتظره في حكومة عمرها قصير. متأهل من غريس عقاد وله ولدان كريستوفر وناتاشا. ألا الملف الأكبر والأدسم اليوم بالنسبة للبنانيين يمكن هو الملف الاقتصادي، الهم الأكبر، في يعني خوف حقيقي وخوف كبير. بيقدر يعمل شيء الوزير بثلاث أشهر؟ يعني حسب ما بداية الورشة اللي عم نعملها على ثلاث أشهر بترتكز على موضوعين، تحفيز الاستهلاك وحماية الاستهلاك، وهل إذا بدك هالنمطين هو اللي هن إذا بدك الأفكار الرئيسية لثلاث أشهر الجايين. شو يعني تحفيز الاستهلاك؟ تحفيز الاستهلاك ضمن إطار تنشيطه، ضمن إطار التعاون بين الوزارة والهيئات الاقتصادية والأكيد إذا الناس ما عم تشتري كيف بتحفز الاستهلاك إذا ما في قدرة شرائية بالبلد؟ لا أكيد قدرة شرائية موجودة، تنكون صريحين. رح أقول لك شو، النمو بسنة 2012 كان 1% وقدر يضل سنة 2013 1%، واليوم المرتقب بس عم تحكي كأن 1% إنجاز هو كارثة ببلد مثل بس لبنان. لا بس بالنسبة للحالة اللي كانت حوالينا والحالة البلد مع الحالة الأمنية انجاز انه يكون نكون قدرنا نخلي هالنمو 1% سنة 2013، والمرتقب ل 2014 اذا ضلينا هيك 2.74. بقى تخيل اذا اليوم في اذا ضلينا هيك يعني تفجيرات ومشاكل امنية وعدد لاجئين عم يكبر. تخيلي لو صار في حكومة ما في مي، تخيل لو صار في حكومة، لو صار في ثقة، لو صار في انتخابات رئاسية وما هنالك، فينا نتوصل لل 6-7% نمو. هيدا بال 2014؟ نعم. شو هالرقم المتفائل؟ الله يبشرك بالخير ان شاء الله. انا مش مع التشاؤم، انا اول شيء انسان متفائل جدا عامة، ولكن حتى الارقام اذا بتاخذ المؤشرات في مؤشرات سلبية ولكن في كمان مؤشرات ايجابية وباكثرهم كمان في مؤشرات ايجابية، فاذا التفاؤل لازم يكون اليوم ضمن اطار ثقة، لانه اذا ما في تفاؤل ما في ثقه، اذا ما في ثقه ما في استثمار، اذا ما في استثمار ما في استهلاك. خلينا على كل حال نغوص اكثر بالمسائل السياسيه. في بيان وزاري يبدو انه انحكى اليوم انه في شبه اتفاق، بعدين سمعنا انه في جلسه نهار الجمعه، نشوف شو هي معلوماتكم حول البيان الوزاري بعد المسائل السياسيه اللي عم تنطرح اليوم على الساحه اللبنانيه، وهي لحد اليوم مسار انتخاب يعني في انقسام كبير حولها رغم انه صار في حكومه جامعه فيها اكثريه الاطراف الممثله. خلينا نتوقف مع فاصل وبعدين نطرح معكم كل هذه المسائل السياسيه. فاصل مشاهدينا اول في هذه الحلقه ونعود.
نتابع هذا اللقاء مشاهدينا مع الوزراء أليس شوبتيني، روني عريجي وألان حكيم. ألان حكيم، في لك سؤال على تويتر من لبنيز ريزيستنس: هل سيستقيل نهار الجمعة إن لم يتضمن البيان الوزاري بوضوح بيان بعبدة؟ بلشوا عتقيل الشباب على الأكيد، ولا قوات يمكن ما بعرف. مش مشكل مين ما يكون. نحن موقفنا واضح بحزب الكتائب. إذا البيان ما بيتضمن الثوابت لحزب الكتائب رح نستقيل. يعني رح تستقيل الجمعة إذا ما في ثوابت حزب؟ بعد قرار إعلان بعبدة يعني صراحة؟ بعد قرار على أكيد المكتب السياسي والحزب. نعم، بس إذا كان في هيك فورمول ما بتقول مثلا، تنفترض مثل ما سمعنا اليوم إنه مقررات الحوار الوطني مش مباشرة إعلان بعبدة، بيمشي الحال؟ لا، انا بفضل انه اول شيء ما فينا نفترض هيك، بدنا نفترض اول شيء انه يكون في بيان بعبدة، وكمان بعبدة. وكمان ممكن كمان يكون في اتكال على وثيقه بكركي. بقى اذا هالنقاط محترمه على اكيد نحن موجودين، واذا مش محترمه على اكيد. يعني بدكم شيء بيشير الى النائب النفس او الحياد، هي هي الفكره. مصرين على موضوع الحياد، مصرين على موضوع الحياد، مصرين على موضوع السلاح الشرعي وبس. طيب روني عريجي قال لي تحت الهواء انه ما بتستقيل. انا ما بستقيل؟ خليني اسال. انا قلت ما بيستقيل؟ قلت لي ما بيستقيل. لا انا ما قلت ما بيستقيل. انا قلت لك تويت قلت لي ما بيستقيل. عم بمزح معه هو شخصيا. هو بيقرر ايه؟ لا لا، فكرت سياسيا عم تقول انه ما في اكيد. القرار منه شخصي، قرار حزب. وهذا هيكلية، وهذا هو التوجه. كمان ست أليس عملي لغط على تويتر لأنه سألتك هل لأنك من جبال، زوجك من جبال وحضرتك من طرابلس، بس تنوضح شو بيمنع، شو بتعتبري حالك، جبيلية أو طرابلسية؟ أنا للبنان كله. حلو، للبنان كله. نعم نعم حضرتك، خلينا بس نرجع نقول للمشاهدين أنه لكل اللي عم بيسألوا أنه حضرتك من طرابلس. نعم. مجوزة لعائلة العم جبيل. نعم. صحيح. طيب فلنعد فلندخل الى السياسه. استاذ روني عريجي، البيان الوزاري يبدو انه في شد حبال لحد هلا، ما عم تخلص. كيف تتوقع النهايه السعيده؟ هل رح يتم تدوير الزوايا او رايحين على مشكل؟ اول شيء بتامل انه يتم تدوير الزوايا. البلد بحاجه لحكومه، طولت كثير، 10 شهور، في توتر، في وضع اقتصادي صعب، في وضع اجتماعي صعب. بتامل انه يتم تدوير الزوايا. الافريقا عملت تنازلات توصلنا لها الحكومة اللي بتشمل بتضم جزء كبير من الأطراف السياسية بالبلد. ما بتصور أنه رح نوصل لكلاش بآخر المطاف، رح أكيد يكون في تدوير زوايا. على الحال هذا اللي بتأمل يعني. نعم. كمان بنفس الأجواء حضرتك، أنا ما بحب كلمة تدوير زوايا. سمعت اليوم هلأ على التلفزيون معكم أنه وارد في مش بس حسن نية، في أجواء كتير إيجابية للحوار، وبتهيأ لي ساعة اللي بيتحاوروا هو إعلان بعبدة نتيجة حوار، وحوار تم الاتفاق عليه يعني. طب حضرتك يعني ممثلة رئيس الجمهورية. نعم. إذا فينا نقول أو سماكي. نعم. فخامة الرئيس، تستقيلي مثل حزب الكتائب إذا كان إعلان بعبدة منه موجود بالبيان الوزاري؟ ما هي اللي عم قلك، ليش بدي أوقف عن كلمة؟ أنا ما بوقف عن كلمة. إعلان بعبدة موجود، قرار الدستور موجود، الوثيق الميثاق الوطني موجود. ضروري حط كلمة ميثاق وطني. عم قلك سمعت على التلفزيون إنه في أجواء حوارية. هذا الوزير أبو فعور كلامه. سمعته وقال إنه كتير الأجواء إيجابية. ليه بدك نشوف صورة سوداوية؟ أنا متفائلة. وابدا يعني ان وجد الكلام حول اعلان بعبدة او من وجد الاعلان موجود، مثل الاعلان موجود مضيوا عليه، ولكن بعض الاطراف قالت انه هذا حبر على ورق ولا ما له قيمه. حتى الوزير فرنجية يعني بمرحله معينه قال انه توزع علينا بس ما حدا وافق عليه. هلا اذا كملوا في اعلان يعني بعبدة، وقعوه اعلان بعبدة اخر صفحه، في اخر سطر فيه لحظه بيقول لك متابعه الحوار. ايه متابعه الحوار، يعني اذا متابعه الحوار معناتها وصلوا على نفس الاعتبار. هذا البيان مثابه اعلان بعبدة يلتزمه جميع الاطراف،
وتبلغ نسخة منه يا جماعة لا قبل منا. تحديد الساعة 11 يناير موعدا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في بنود جدول أعمالها والتي ستكون استراتيجية الوطنية. إذا في حوار على كل شيء. بلشوا الحوار، حطوا جزء منه واتفقوا عليه وفيما بعد بكملوا، شو بيمنع انه يرجع الاعلان موجود؟ صارت وثيقه. انا هيك بنظري. استاذ رونيا ريجي، هل انت مع ادراج اعلان بعبده بالبيان الوزاري؟ اكيد لا. شو هالسؤال؟ كبري عقلك. لا مش هي مش انه ابيض واسود، نحن عم نحكي في مصير بلد، في حكومه، في سياسه. نحن اللي بهمنا نحن ليه بدك تطلقي بكلمه يعني؟ نحن اللي بهمنا يكون كفريق سياسي. لحظة، نحن على الهواء ما فيها نفتح حديث جانبي بس. لا تفضل. بهمنا كفريق سياسي ينذكر حق المقاومة، حق مقاومة إسرائيل، حق اللبنانيين بمقاومة إسرائيل. لا بالنسبة للطرف الثاني متشبث بإدراج إعلان بعبدة كإعلان بعبدة، هذا بيرجع لحياد لبنان. انتو يعني مجموعة سياسية ما بتعتقدوا حياد لبنان ممكن لمرة يريح هيدا البلد، يخليهم يلتفتوا الأطراف اللبنانية لبناء تحصين وطنهم، بناءه بشكل معقول وسليم، نرجع نشوف وطن معافى في سياح في استثمارات؟ طبعا هيدا رغبة الكل. انه مين ممكن يكون ضد طب هيدا اعلان بعبدة شو هو بالنهاية؟ هاي النقطة المقصودة من الاعلان. نحن مانا ضد تحييد حياد. لا مش حياد، نحن مانا ضد تحييد لبنان بالمطلق. عن يعني نحن منريد مصلحة لبنان، منريد كل الأشياء اللي عم تقوليها. بس هيدا شيء والمناورات السياسية شيء تاني. طيب ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، أنتم ما عندكم مشكلة إذا كان في إذا طريقة آخر يعني صياغة أخرى، بس بدكم معنى أن يكون هي صياغة ملك 14 أدار يعني اللي وجدها استاذ نواف سلام. ايه انه انوجدت مش ونحن المهم الجوهر يكون ما بدأنا الوزير نسيب لحود بعتقد هو اللي كان طلع فيه. هي تنسب الى الرئيس سنيور، ما بعرف هيك اللي هذا اللي بنعرفه. على كل حال نحن المهم المبادئ السياسيه الجوهريه تكون موجوده. هلا الصياغه موضوع ثاني. هلا صرتوا متمسكين بشيء ينسب الى الرئيس السنيوره، هذه شغله منيحه مهمه. نحن اذا بتشوفيها هي ايجابيه. ما في شك إيجابية. إذا كان في ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة أو بأي طريقة أخرى حق لبنان في مقاومة إسرائيل، كلمة مقاومة من جديد، هل هذا يرفضه حزب الكتائب؟ فيني بس أرجع على شوي لورا شوي قبل ما أجيب على السؤال. نحن اليوم فيني أقول لك أنه توصلنا اليوم على صيغة مقبولة إذا بدك على مسودة للموضوع للنص النهائي للبيان الوزاري. بعد في موضوع المقاومة يلي بعد ما توصلنا لحل نهائي للموضوع، وبتمنى بالتفاؤل دايما وبالإيجابية مثل ما عم بيقولوا زملائي انه نتوصل لحل لهالموضوع نهار الجمعة. شو اللي تم التوصل له اليوم؟ ما بعرف التفاصيل، ولكن توصلنا لصيغة مقبولة للموضوع. هلأ بس نحكي عن بيان بعبدة، مش عم نحكي عن بيان بعبدة كنص حرفي، عم نحكي كروحية بيان بعبدة كمان ضمن الإطار. نعم، ولكن ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش يعني في مخرج لقصة الاستقالة. أكيد 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 في مخرج. أنا متفائل للموضوع، أنا مأمن بالتعاون. اسمها نعم. الحكومة مصلحة حكومة المصلحة الوطنية اللبنانية، وهذا اللي جاب هالحكومة من ناحية الحوار والتعاون والتكاتف، وهيك رح يصير. وأنا مأمن أنه رح نوصل لحل نهائي للبيان، ولكن بدون ما نقبل أي تنازل ضمن إطار المواقف تبعونا. مهم المبادئ. مبادئ. طيب ست أليس عينا، مجددا بالعودة إليك، في كتير أسئلة عن المسألة الشائكة، الأحكام اللي كانت عم تطلقيها بفترة معينة واللي اعتبر البعض أنها مخفضة جدا، مخففة جدا بالنسبة للعملاء، وكأنك متساهلة في هذه المسألة. هي كمان بالوراق موجودة؟ لا، هيدي عشتها. صحيح. هيدي منا نص. هيدي احكام. هيدا اتهام سمعتيه الاف المرات وانكتب كثيرا وتم تناولك فيه يعني وجاوبت عليه. صحيح. اول ما تعينت وزيره اجوا على البيت خنقوني. اول شيء خنقوكي. صحيح. وجاوبت انه هي احكام صادره عن محكمه مؤلفه من 5 اشخاص، رئيس و4 مستشارين نتذاكر بالملف
ويلي قاموا قيمتهم على احكام اخلاقات سبيل مش على احكام نهائيه. وما بدي انا ادخل بالتفاصيل في حكي، يعني انا مني وعلي يراجعوني بكل ملف بقدر جاوب على كل ملف بحد ذاته. الاشخاص اللي اخليت سبيلهم كان صار لهم فتره طويله قاعدين بالحبس، وارتقينا من ضمن الملف وبعد البحث والتدقيق والمذاكره جميع اعضاء المحكمه قرروا بالاجماع، بالاجماع وصدروا هالقرارات بالاجماع. كم قرار؟ كم قرار؟ 1 2 3 4 قليلي قديش؟ على كم دعوه؟ اتهام كان سياسي برايك؟ نيل من شخصي؟ انا بيتهيألي، انا بيتهيألي، لانه بيكون شي شخص عنده شي محدد ضد ما التيار الوطني الحر كان طارح الرئيس النص مشلب لهذا الموقع. هل هذا هو كان سبب الحمله ام ما له علاقه؟ ما بعرف، يمكن كانوا بدهم يبعدوني عن يبعدوني، هاي طريقة لإبعادي عن المركز، هيدي طريقة أكيدة. نعم، طيب هل أنت أخذت بعين الاعتبار إنه مثلا في سابقة حكم سنتين لفايز كرم وقررت إنه عليها بنيتي صراحة أحكامي؟ صراحة لا، ليه؟ لأنه صراحة لا، ليه؟ لأنه هلا اسأليني نسياني كانوا انصدروا قبل أو بعد حكم فايز كرم. لهالسبب لا انا بذكرك انه بعد كل ملف لوحده يدرس. نعم. كل ملف يدرس لوحده. أبدأ. حضرتك محامي روني. نعم. يا ريجي، مع انك وزير ثقافه هلا، بس شو تعليقك على هذا الملف؟ انا ماني مطلع على حيثيات الملف. انا حمله سياسيه بس برايك كانت مثل كل شيء بلبنان؟ او هلا انا بحترم، انا محامي اخر شيء وانتسب لنقابه محامين. اقل واجباتي احترم الاحكام اللي بتطلع عن القضاء اللبناني. هلا ما عندي، ماني مطلع على الملف ولا شفت حيثياته، ممكن ما بقدر اعطي راي بملف ما شفته، يعني كمحامي ما بسمح لنفسي هالشيء. بس تبعت حضرتك هذه المساله؟ تبعت طبعا، تبعت. وانا عم بسالك كسياسي. نعم. يعني وزيره بالحكومه بتعتبر انه في غبن طالة، والغبن يعني اتى على هذه الخلفيات بالنهايه، هل هي كانت حملات سياسيه برايك؟ هيك بيصير مع القضاء اللبناني عادة؟ بيصير شو يعني؟ انه بخضعوا الطبقة السياسية، بتخضع القضاء. هلا اكيد في تدخلات بالقضاء من في او في محاولات تدخلات من القضاء من السياسيين بالقضاء، بس انا بعرف القضاء منيح، بعرف انه في كثير قضاة منزهين وبعاد عن التدخلات القضائية وما بيتأثروا بحدا، وممكن يكون في غير هيك. انا خلال حياتي السياسيه ما اخبرت الا خلال حياتي النقابيه كمحاميه ما اخبرت الا القضاة المنزهين صراحه. انا هلا اذا عند غيري في غير خبره ما بعرف. طيب خلينا نتوقف مع فاصل في هذه الحلقه ونعود مشاهدينا الى الوزراء الثلاثه الجدد اللي عم نتعرف عليهم اكثر الليله. فاصل ونعود. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة المباشرة على الهواء. عم بيشوفوا اللي عم نغنجك على قناة المستقبل، عم بيقولوا لي ومسمينك روني مش ريمو. قرر اسم فني روني ولا اسم فني ولا بدنا نعتمد ريمو؟ هو الحقيقة احسمها من اليوم. انا اسمي الرسمي على الهوية ريمو، بس من اول يوم لسبب ما بلش الاسم روني وكمل روني. صحيح. وقت انتبهت انه رح يعمل مشكل كنت دجا كبرت كثير يعني، وما بقى كنت حقدر اغير. قلت هلا اذا انا ماشي بالطريق عيطي ريمو ما برد عليك. ما بتعرفي عمين عم نايت؟ تقريبا يعني. تقريبا بقى عملت تعمل لغط وقت الواحد بيوصل على مناصب. ما في شك. بس يعني منيح الغنج كل يوم. اي اسم رح تعتمد؟ لا رسميا ريمو. ريمو؟ ايه طبعا. طيب اوكي. رسميا. اوكي يعني بعيط لك ريمو. فيك تضلي تغنجيني. نعم. طيب في ضل غنجك اوكي. بدي كمان لإلك انا حكيم في اسئله كثير عن اسمي مثلا؟ لا عن اسمك ما في لفظ، هيدي ماشي حالها. اكثر شيء على الاستقاله يمكن عم بيعلقوا عليك انه بعد ما بلش شو هالحظ العاسر. خليني ارجع لك على كل حال في هذه النقطه، بس عم يسالك عصيم ابو علي هل رح تغضي نظر عن سرقات عم ينحكى عنها بوزاره المهجرين؟ حطيت ايدك على هذه انا المركز. مسؤوله من تاريخ استلامي
الوزارة لغاية تسليمي عن كل عمل يقام به في ضمن الوزارة. نعم. كل ما سبق أنا ما جيت بكل كلمة يلي قلتها يوم التسلم والتسليم، قلت لهم أنا ما جيت أحاكم، جيت أشتغل وأنا مسؤولة عن كل عمل وعن كل قرار يتخذ خلال هالفترة يلي بدي أتولى فيها هالوزارة. نعم. رونيا ريجي عم تسألك، جمانة شهال وجمانة لديها يعني جمعية تعنى بالتراث خاصة تراث طرابلس، هل لديك خطة للمحافظة على التراث؟ بلشنا نفوت بالوزارات هلا. ايه طبعا. هلا مشكلة التراث بلبنان مشكلة كتير كبيرة. لازم أوضح أول شيء إنه وزارة الثقافة صحيح تعني بالثقافة اللي بنعرفها يعني نشر الثقافة وتشجيعها، الكتاب الفنانين المبدعين، بس والمحافظة على التراث. بس كمان في شيء تاني، المحافظة على الأثار وعلى التراث. وبيروت ولبنان منه فريد من نوعه بهالنقطة يعني. في كل مدن أوروبا، مدن البحر الأبيض المتوسط، كلها عندها أثار وعندها تراث، ولقت الكادر القانوني المناسب تتحمي تراثها وبذات الوقت تحافظ على الملكية الفردية وعلى مصالح الناس. لسوء الحظ بلبنان كان لازم من زمان كثير، يعني أنا ما بدي لوم أي من 10 سنين و5 سنين، لا من زمان كان لازم ينحط استراتيجية وطنية لحماية التراث والأثار. نعرف شو بدنا نحن من مدننا، بدنا إياهم كلهم ناطحات سحاب؟ لا، بدنا نحافظ على التراث. لسا لليوم سنة 2014 ما صدر قانون بلبنان يحافظ، ينص على كيف الواحد بيحافظ على التراث. اليوم عندك صراع كبير بين الملكية الفردية وبين المحافظة على التراث. زلمة عنده بيت قديم، عنده أرض يمكن عايش من وراها أو منتظرة عايزة تجي، وحق الملكية الفردية منصوص عنه بالدستور حمايته، تجي أنت بدك كدولة بتلاقي عنده شيء جدير بالحماية، بدك تحميه هالشيء، بدك تعودي على الزلمة، ما فيك تجمديله أرضه ومن تاني مال ما تعودي عليه، هذا شيء ما بيجوز. كان لازم تتلاقى هالآلية، ما تلاقت لليوم. أنا حطيت عهد على نفسي أنه أطلق ورشة كتابة قانون للتراث. هلأ تما كمان أكل تعب غيري، في مشروع قانون موجود بمجلس نواب مكتوب فيه عن حماية، بس ما صدر بمعاونة الجهات الرسمية بالبلد. رح نعمل ورشة نرجع نقرأ للقانون وننفض عنه الغبار، يمكن ما نلحق نطلعه، بس أنا حاطط وعد على نفسي أنه وصله أبعد شيء ممكن، أي وزير بيجي من بعده يضل عنده طريق قصير تيصدر هالقانون ونعالج هالمشكلة بالفعل اللي فيها تناقض كبير بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية. هلا الشغل على السريع بملفات الوزارة الدقيقة طبعاً والتقنية والشائكة. طبعا في مشاكل، لأنه وضع يعني الثقافة بلبنان بخير، الثقافة الخاصة الثقافة الإفرادية بخير، في نشاط ثقافي كبير، في مبدعين، كتاب، مفكرين، متكلين على المبادرة الفردية متكل. بس إذا بتشوفي نظرة دولي، اهتمام الدولة بالقطاع الثقافي أو التراثي أو الأثار، يعني ما بحب فنان كبير. هو شو اليوم على الاهتمام جوجل؟ الاهتمام معيب يعني. مثلا اليوم على جوجل الفنان اللبناني القدير الكبير شوشو. ايه طبعا موجود على جوجل شوشو، يعني ذاكرتنا كلنا نحن وصغار بس بنشوف انه الدولة اللبنانية بتغيب عن هكذا كبار، وبنشوف انه احيانا العالم بيضوي على مسائل معينه بلبنان اللي نحن هالقد صغير. وقت بتشوفي الامكانيات المحطوطه بتصرف وزاره الثقافه، نحن لبنان نتغنى انه هو، ولازم يكون هيك، هو الوجه الثقافي والحضاري بهالمنطقه. لبنان اللي نشر الثقافه والحرف والابجديه وكل هالحديث. ميزانيه وزاره الثقافه هزيله، الكادر 11 مليار ليرة، يعني كادر وزارة الثقافة على كفاءته وعلى تفانيه قليل جدا جدا جدا. بعطيك مثل، عندنا مهندسين أو ثلاثة أثريين بيعرفوا بالأثار وبالتراث بلبنان، سوريا في 750، يعني مش مقبول الوضع اللي نحن فيه. خدي فكرة من هاي، بدنا وحدة مسار ومصير فيها يعني 350 في عندنا وزارة الثقافة أحسن ما ناخد شيء تاني بهالموضوع. في أشياء كثير نتعلمها صح. أها سيدي أليس، بعد في مهجرين؟ صار له هيدا الملف يعني معلوم، الحرب الأهلية معلوم، في مهجرين معلوم، ونحن عم نشتغل على بريح اليوم.
واستقبلت لجنة العائدين إسا ما رجعوا وعمروا وعم نعمل المستحيل تنجلبهم على ضيعتهم ويرجعوا يعمروا. طب هذا ملف من وقت ما خلقنا عم نسمع عنه، ملف بريح كمان يعني بالتحديد ملف صار مزمن بس عم ماشيين فيه منيح، لا منه مهمل لأني ماشيين فيه منيح. نعم يعني هذا أول هدف بمهمتي. بس هل فكرة أو عودة المهجرين بعد اليوم appealing للبنانيين؟ يعني بعد فعلا اللي صار اللي ترك منطقته وعمل حياة تانية بمطرح آخر فعلا يعني اليوم بدك ترجعي؟ ما في شيء يمنع أبدا، ما تفكري في شخص ما عنده حنين إلى ضيعته. وكل واحد بيحب يكون عنده حجر ببيته. نعم. بيت بضيعته اجمالا. ألا حكيم، سلسله رتب والرواتب اليوم بالمجلس النيابي، مساله السلسله مساله شائكه، هنالك قطاع يعني الهيئات الاقتصاديه بتقول انه هذه كارثه اليوم ما بيحملها البلد، في حين انه اصحاب الحق يعني ما بين هلالين اللي هو حقهم واقل من حقهم ربما بالاوضاع الموجوده اليوم بلبنان، العمال بيعتبروا انه هذا حق مكتسب واضعف الايمان. كيف لحد شو رح تكون مقاربتك لسياسه رتب والرواتب؟ المقاربه الاوليه لهالملف هي رح تكون ضمن اطار تعاون كامل بين الهيئات الاقتصاديه والجمعيات التجاريه. صرت كثير سياسي بسرعه دكتور، اسمح لي بس كثير بسرعه بلشت تدوبها يعني. بس فعلا شو يعني تعاون؟ بدنا نتعاون ضمن هالاطار، وبدنا نشوف كمان الـ الـ العمال من ناحيه ثانيه، لانه القوة الشرائيه مهمه كثير ضمن اطار الاقتصاد والاستهلاك. بدنا نلاقي حل وسط لهالموضوع، اما نلاقي حل يناسب الكل. اللي هو بدنا نشوفه ضمن يعني ما اعطيتني جواب. بعد بدنا شوية دراسة، بدنا دراسة. معقول ترجع يعني تنسحب من المجلس النيابي؟ شو بتكون تدرسه بعد فيها؟ مش أشبعه ودرس؟ لا، بس إنه لازم واحد يعطيها حقها، لأنه القرار منه قرار هين، قرار صعب. يعني هلا اللي عم يسمعوك وتفائلوا إنه صار في حكومة جديدة بيفهموا إنه لا مش بالضرورة، مش بالضرورة، ولكن البت النهائي بالملف لازم يكون ضمن اطار تعاون كامل بين جميع الافرقاء. طيب بدي استردك دقيقه على الثقافه. تفضل. موضوع مدام جمان الشهال، انا شفت على ال بي سي ريبورتاج عن طرابلس يوم اللي تعينت فيه، وبدرت ثاني يوم واتصلت بالجمعيه وطلبت منهم انه نتلاقى لنشوف. انا طرابلس عزيزه على قلبي، خلقت فيها وربيت فيها، فيها قصتها محافظه اكثر من بيروت، ليجوا تنشوف شو فينا نعمل هلا خط الطوارئ لحين صدور القانون. نعم. طيب انا كان بدي ردك الى مساله الثقه. اليوم نهار الجمعه اذا تم طلع الدخان الابيض وتوافقوا على البيان الوزاري، متى تتوقع الثقه لهذه الحكومه وبقد ايه؟ لا، الثقه اكيد اذا توافق البيان سهله جدا الوزاري، بس قد ايه شو بتتوقع مثلا؟ مفترض يجتمع مجلس الوزراء يكروا البيان. الرئيس بري قال انه دوله الرئيس قال دغري رح يدعي اجتماع. ما في غير دغري يعني. ما في وقت يعني. الوقت يداهم. بتعمل انه اخر الاسبوع الجاي بتكون اخذين ساعة اذا الله راد يعني. بيكون في حكومه يعني اصيله تعمل مفروض من هلا لاخر الاسبوع. اذا اكرر البيان الوزاري من قبل لجنه يوم الجمعه اكيد يعني. نعم. تصور بيدعونا ثاني يوم على مجلس على القرار للرئاستين بس انه. معالي الوزيره، هل انطباعك اليوم هذه الحكومة اللي أخذت كل هذه الأشكر لكي تتشكل كل هذا المخاض هي فعلا حكومة ثلاثة شهور؟ في انتخابات رئاسية؟ يمكن تصريف أعمال إضافي بتأمل وبتمنى. لا، إجباري في تصريف أعمال لتشكيل حكومة تانية. أكيد. يعني شهرين. أكيد. بالوضع اللبناني سنتين. سنتين صارت طبيعية باللبنان. لا. بس للأسف. أتمنى أنه يصير في انتخاب رئيس جمهورية. نعم. بس هيدا تمنياتك يمكن. تمني بس بتعتقدي انه سائرين عم يشتغلوا لهالغاية. ما في شغل للتمديد؟ ما بفتكر. رئيس جمهورية بيقول انه هو ما بده يمدد، بس اذا بعدين الظرف. صادق جدا رئيس جمهورية في هذه النقطة؟ صادق جدا بكل النقاط. في حدا الانسان يا بيكون صادق يا لا. طيب بس في حدا ما بيحب يقعد فترة إضافية؟ يعني هيدا الكرزة فوق ال لا هي ظروف الحلوة. ظروف بتفرضها، بس هو شخصيا صادق جدا. في احتمال تفرضها الظروف؟ ايه
على حكيم هذه المسألة، يعني شيخ سامي جميل كان حاسم أنه لازم يكون في انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس قوي وغيره، شو يعني رئيس قوي؟ برجع بس شوي لشوي كمان لورا، إذا في مؤررات ضمن إطار الحوار بتضمن بالبيان فينا نتوصل لحل معين بهالموضوع. رئيس الجمهورية؟ لا عم بحكي عن البيان الوزاري. نتوصل لحل نهار الجمعة ما بين فترة وجيزة إذا بدك. والثقة كمان بتيجي ضمن إطار بسرعة مثل ما قلنا بظرف كمان كم يوم. إذا صار هيك الموضوع معناتها على خط مستقيم، خاصة من ناحية انتخاب رئيس جمهورية. وأنا كمان متفائل إنه الانتخابات رح يصيروا بوقتهم ضمن إطار عام. ولرد على سؤالك شو يعني رئيس قوي؟ يعني رئيس يمثل الجميع، خاصة الجميع. الجميع خاصة. لا مش ما في توافق هيدا عليها. يمثل مش تفق بشارع المسيح أكيد. مش يمثل الجميع. قوي يمثل المسيحيين، ولكن كرئيس جمهورية كمنصب يمثل الجميع. هيدا يعني اذا بدك ديفينيسيون لرئيس قوي، هكذا هو تعريفه. انا بعترض. قولي لي. انا بنظري الرئيس القوي اللي بيعرف ياخذ قرارات، بيعرف ياخذ مواقف، اللي بيعرف وين مصلحه اكيد بده ينقوه بيكون على هالمستوى. بس القوي هو يلي بيطلع لبعيد وبيعرف ياخذ قرارات صحيحه. بتعتقدي رئيس القوي ممكن يكون رئيس مشكل مع قسم من اللبنانيين، رئيس اصطفاف؟ يعني نحن لجأنا الى رئيس توافق لانه ما مبدئيا مش لانه مبدئيا الرئيس يمثل جميع اللبنانيين مبدئيا. لا عم نحكي عن الرئيس القوي. بتعتبري انه الرئيس القوي بالمفهوم اللي عم تقوله الاطراف المسيحيه اليوم، انه بدنا رئيس ممثل للمسيحيين، هل هذا يعني رئيس مشكل بلبنان؟ مضروب، لأن رئيس الجمهورية عم يجي لإدارة أزمة أكثر ما عم يجي يعني. ليش الإشكالية مطروحة بس عند المسيحية؟ وقت بيجي رئيس حكومة قوي ليش ما بتنطرح الإشكالية؟ لأنه هذا الموقع هو رأس البلاد مثل ما بيقولوا. هذا الرئيس رئيس الجمهورية غير باقي الرؤساء. طبعا رئيس الجمهورية هو المركز الأعلى بحسب الدستور، بس كمان بالمنطق السياسي اللبناني ليش عم تفترضي الرئيس المسيحي القوي بيعمل مشكل؟ لا عم تسألي، بس ليش رئيس المجلس القوي ما بيعمل مشكل؟ ليش رئيس الحكومة القوي ما بيعمل مشكل؟ إنه ليش الإشكالية مطروحة بس عند دكتور سمير جعجع أو العماد ميشيل عون؟ منن برأيك رؤساء ممكن يكونوا رؤساء مشكل مع طرف آخر بالبلد؟ هيدا ما دخل هيدا لأنه رئيس قوي أو لا، هيدا بيرجع لشخصية كل رئيس. مزبوط. بس التصنيف هو حضرتك عم تقولي الرئيس القوي. شو يعني القوي؟ يعني قوي شعبيا، يعني جاي من قاعدة شعبية قوية وراء كتلة نيابية وراء حضور شعبي، هذا الرئيس الأول. هي الأسماء وقت... عم بعطيك الترجمة من الآخر، هذه هي أسماء اللي... أو الرئيس جميل مثلا طبعا. كما يزعلوا منا الكتائب، أو الوزير سليمان فرنجية. منن أسماء ممكن تشكل مشكل مع الآخر؟ ما بتشكل مشكل لأنه قوية، تشكل يمكن برأيي ما بتشكل مشكل، بس أنه في حال شكلت مشكل مش لأنه قوية، لأنه في مواقف سياسية. الاتجاه برأيك رئيس بيشبه مواصفات الرئيس ميشيل سليمان أم رئيس قوي عنده قاعدة مسيحية وكتلة نيابية؟ أنا ما بقول قوي يلي عنده قاعدة مسيحية، ماشي القوي شيء والقوي شعبيا شيء تاني. يعني اللي عنده شعبية ما ضروري يكون هالرئيس القوي. الرئيس قوي، الرئيس سليمان رئيس قوي جدا. مش شو بيشكي؟ قوي لأنه بياخد قرارات؟ بياخد معلومة أو يعني أو أنا يوم اللي بشوف شو عامل للبلد وقديش صمد بهالفترة يلي. بس ما عنده كتلة نيابية، البعض بيقول إنه الرئيس وضع. لازم يكون عنده كتلة نيابية. البعض يقول هيدا شرط لا يتعلق بقوة رئيس الجمهورية. الرئيس القوي أنا بنظري يلي بيعرف ياخد قرارات ويلي قراراته صائبة، بس اللي عنده شعبية هيدا بيكون عم يشتغل سياسي من غير يعني دخل المعترك السياسي، دخل البرلمان، دخل غير وضع غير وضع. رئيس أمين جميل مرشح، رح أرجع لك. رئيس أمين جميل مرشح للانتخابات الرئاسية. نهار الرئيس جميل بيكون مرشح بده يعلنه، بيعلنه بالإعلام، بخبرنا لليوم وبخبرنا على أكيد، بس لليوم على أكيد القرار عنده. بس حزب الكتائب ما عم بيشتغل وعم بيتصرف وكأن لديه مرشح رئاسي للوقت الحاضر؟ أكيد احنا كلنا طامحين لهالموضوع وطامحين لهيك قرار، ولكن لحد اليوم في أي تداول بهالموضوع ما
من هالناحية هيدي. تفضل كان بدك تعلم اليوم تعليم. ايه بدي انه مجرد ما يكون الانسان عنده هلا تعبير قوي اللي بدكم يستعملوا التعبير انه الانسان بيشتغل سياسي بيطور حاله بيطور قعدته بيوصل لمحل بيصير عنده قعده قويه شعبيه، بس لانه صار عنده هالقعده يحرم من الرئاسه، هذا بجافي المنطق السليم. والا شو بيشتغل الانسان سياسي تيوصل انه لازم يحدد هيدا عم تحكي ببلد سليم كل شيء فيه طبيعي الاطراف ما لها علاقه طموحه طبعا بيطور حزبه بيطور قعدته الشعبيه بيطور مبادئه السياسيه طبعا اذا كان قوي ما بعرف شو المفهوم للقوي، بس اذا عنده حضور نحرمه بس لانه قوي شعبيه هذا بيجي في المنطق. في حلفائكم السوريين كانوا يجيبوا رؤساء ما عندهم اي تمثيل احيانا، يعني ما سمعين صوته للرئيس حتى عم يحكي عم بيصرح مره. نحن اليوم عم نحكي بال 2014 هيديك حقبه ثانيه، عم نحكي اليوم نحن بتعاريف اليوم ظهر اي، بس انه هيك كان يصير وكان تيار المرضى يعني يمشي بالتسويه بشكل عام. كان ظرف كان ظروف معينه، اليوم شو دخل من 10 سنين باليوم عم يعني نحكي اليوم نحن. سياسه بعد استمراريه ما عم نشوف شيء تغير. سياسه استمراريه لا تغير كثير لا بالعكس كيف ما تغير شيء من الوقت لليوم. بس اللافت انه تيار المرضى الوزير سليمان فرنجيه الاكثر ثباتا على سياسته، يعني اللي ما تغير ولا نهار وما غير شيء باللي كان يقوله هو الوزير الفرنجي. ما غير سياسته. فطبعا على ذلك انه ليش كان يقبل قيامه واليوم ما بده يقبل بقى الا بالرئيس القوي. ليش كان يقبل هلا كانت لحظه كانت ظروف غير ظروف، ليش تنقول ظروف سياسيه بوقتها كانت غير ظروف اليوم، اليوم عم نحكي اليوم. في رئاسه جمهوريه في انتخابات برايك؟ على كل حال لازم يصير في انتخابات. معلوماتك شو؟ يعني بيكون كل المعلومات بتشير انه لازم يصير في انتخابات رئاسية. وبالاتجاه لأي نوعية من الرؤساء؟ احنا القوى المسيحية السياسية المسيحية الأساسية متوافقة أن يكون الرئيس عنده صفات اللي هلأ كلكم عم تصنفوها قوي. طيب ألا حكيم في كمان اليوم حوار ما بين تيار المستقبل وتيار الوطن الحر، عم بيكتب البعض وعم بيقول أنه هذا ممكن يكون مدخل لأن يكون المرشح هو العماد ميشيل عون، شو رأي الكتائب بذلك؟ ممكن كتير يكون الحوار القائم له هالهدف ممكن، ولكن أنا شخصيا لا أعتقد أنه هيدا هو الهدف الأول. الهدف الأول كان بتكوين برياحة البلد وبتكوين الحكومة الحالية، يمكن الهدف الثاني هو هالموضوع، ولكن ما انا ما بعتقد يعني الكتائب راضين عن هذا الحوار، ما في هيك عين ريبه من هذا. نحن بحزب الكتائب عم ناخذ المواضيع يوميا، يعني مثل ما بيقولوا بالانجليزي ستيب باي ستيب، خطوه خطوه مش عم نطلع لبعيد كثير، عم نشوفهم مثل ما هن يوميا. ما عم بتنظروا استراتيجيا فقط، عم بتشوفوا يوم على اكيد استراتيجيا، ولكن عم نشوفهم كيف عم يصير فيه اذا بدك تطور ضمن هالاطار هذا. طيب كمان بدي اسمع رايك بهذه المساله معالي الوزيره، يعني قلتي لي الرئيس ما بده تمديد، وحكيتي كمان عن الرئيس القوي ومفهومك لهذه القوه، مين شايفه من الشخصيات الاوفر حظا من اللي عم ينطرحوا بصراحتك المعهوده؟ صراحه ما بعرف، في علامه استفهام بعد امامي. ما عندك هيك احساس لا باتجاه لا معين انه هو اوفر حظا الوزير جعبيد مثلا قائد الجيش؟ ما عندي. عماد ميشيل عون وزير فرنجي؟ ما عندي، لا في علامه استفهام بعد. ما برايك في مرشح بعد؟ لا. روني عريجي مين برايك؟ مين الاوفر حظا؟ ما بعرف هذا educated guess، مش تكهن. لا ما فينا نقول سابق قبل بشهرين. سابق لأوينه؟ بلا سابق لأوينه بلبنان قبل بشهرين. لبنان آخر دقيقة. إذا الظرف ما تغير، الوزير الفرنجي حكى عن الظرف. نعم. إذا بقي الظرف مثل ما هو اليوم، هيدا ستاتيكو نفسه، مين بيجيب؟ عم تتكهني الظرف ما رح يتغير، ممكن يتغير الظرف، النواب رح ينتخبوا، بتصير آخر ساعة، مش رح أقدر جاوبك اليوم الظرف هيدا مين بيجيب. طيب. خلينا نتوقف مع فاصل أيضا في هذه الحلقة ونعود مشاهدينا إلى انترفيوز. نتابع مشاهدينا هذا اللقاء المباشر على الهواء. روني عريجي، أين أنتم كتيار مرضى من الحوار القائم ما بين المستقبل وتيار الوطن الحر؟
بالعكس نحن بنشوفه بعين إيجابية. كل حوار بين طرفين اللبناني وخاصة إذا كان في خصام كتير قوي بيناتهم بنشجعه. ما بتعتلوا هم يجي على حسابكم مثلا أو ما بتستغربوا إنه ليه ما نكون بالأجواء؟ هل أنتم بأجواء هذه الحوارات؟ طبعا نحن نوعا ما نحن بالأجواء أكيد وبعد يطلع حسابنا ليش تطلع حسابنا؟ نحن قلنا ثقة بالجنرال عون وبالتيار الوطني الحر. مش رح يطلع شيء على حساب حدا. يعني المرضى والكتائب مكبرين عقل بهذه القصة؟ نحن مكبرين عقل. لحول سألي ألا؟ نعم. شو؟ من رأيه؟ كمان مكبرين عقل. جيد. منفتحين. هذا جيد. منفتحين. نعم، كثير منيح، حتى لو بده يجي رئيس جمهورية على أثر ذلك ما عندكم مشكلة. على أكيد، نحن هدفنا الأول هو انتخاب رئيس جمهورية. نعم. طيب. بدي أنتقل إلى مسألة بعتقد بتهمك هذه المسألة كقاضية. اليوم ما في شك أنه البلد بمشاكل أمنية كبيرة ومخاطر ومخاوف، ولكن تم اعتقال أحد الشباب اللي بيعرفوه كتير من الناس كونه يعني لاعب معروف من الرسينج وهو زهير مراد. بعتقد صار عنا باستوديو. مساء الخير زهير. مساء النور. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. بدنا نسمع منك زهير، شو صار معك؟ ليه كانت الشبهة باتجاهك؟ وخبرنا بس يعني شو القصة. أول شيء مساء الخير مدام بولا، مساء الخير للمشاهدين. أهلا. يعني صراحة بحقيقة الخبرية اللي صارت معي هي خبريات إذا بدك وسائل التواصل الاجتماعي، فبلشت الخبرية منذ فترة، يعني منذ فترة شهرين تقريبا بدأت بعض وسائل التواصل الاجتماعي يعني إثارة إشاعات حولي ببعض الأمور اللي تتعلق بحياتي الشخصية وإلى آخره وهيك. فأنا صراحة خبروني يعني أصحابي وهيك وصارت توصلني على الواتساب بعض الإشاعات حول التزامك الديني؟ حول التزام الديني وحول أنه أنا مطلوب إلى آخره وهالخبريات. فأنا ما أخذت وعطيت يعني صراحة، ولدرجة أنه كمان كان في بعض الأمور على الفيسبوك بالتحديد، فانا استشرت يعني بعض المحامين اللي هو صاحبي يعني، فقلت له انه يا اخي عم يصير هيك هيك يعني، شو فينا نعمل؟ انا بدي احمي حالي بالنهايه يعني، ما فيني انا ضل هيك. فالا بعد فتره تم اعتقالي يعني بطريقه يعني ما كثير بيرضى فيها الواحد. فبالنسبه لهذا الموضوع بس بدي اقول شغله بالنسبه لطريقه الاعتقال وهالخبريات. اول شغله انا هيك يعني بمختصر مفيد انه بدي اقول للناس كلها انه كرامات الناس منا لعبه بايد احد، ويعني في طرق للتعامل مع الناس بعتقد ارقى. وبما انه نحن في لبنان يعني نتبجح ونتشدق بحريه الانسان والى اخره واحترام الانسان، فبعتقد يعني مفترض يكون في طرق ارقى وتبين من الدوله وغير الدوله من المواضيع قبل ان يعني يتم شنق اي انسان، لانه بالنهايه نحن الحمد لله ناس مثقفين متعلمين عندنا مكانتنا في المجتمع. فبعتقد يعني صعب كثير انه يجي اي انسان يرمي اشاعات وتصدق الدوله والى اخره ويصير اللي صار. يعني زهير حضرتك لاعب معروف ومحبوب، بس اليوم في خوف كبير بالمجتمع، يعني الكل خائف ومتوجس في ظاهرة دخيلة على المجتمع اللبناني، انتحاريين بهذا الشكل. يعني في مغني راب كمان تم توقيفه واعتقاله خوفا من المظهر، يعني آخر شيء الواحد لازم يحكم على المظهر؟ بس ما بتعتقد أنه هذا الخوف بمحل ما مشروع حتى لو أنت يعني بريء ولا شك في براءتك؟ في خوف مشروع بالبلد. طب يا مدام بولا، ما كمان نحن يعني ما فينا نقول هيك كثير كمان، يعني نحن بنكون عم ننسف يعني مجموعه من الناس اللي هي ما خاصه بكل هالخبريات. فكمان انا بدي اقول حضرتك تفضلتي بشغله كثير مهمه، انه في خوف. صح، في خوف عند الكل وعند كل الناس. ففي خوف انه انا اكون رايح من 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 بيتي لشغلي كمان يصير معي شيء. فانا بدي اقول لك شيء وكثير مهم، واتمنى انه القاصي والداني يسمعني بهيدا الموضوع اللي بهم كل الناس. انا مثل ما تفضلوا وشهروا فيي، وهلا احكي لك الخبريه بالضبط شو صار معي. فانا بطلب من حضرتك وعلى مسمع من الدوله انه انا صرت خلق خاف على حالي، فانا على الدوله انه تحميني، وانا قدام كل الناس عم اقولها،
ومن منبر المستقبل انه انا على الدولة انه تحميني وبالخط العريض بقوله انه انا عرضة لاي شيء. فاليوم ليه زهير ما زال يعني اطلقوا سراحك وما في شيء عليك ابدا؟ اكيد ليه عندك هالخوف؟ اكيد عندي هالخوف لانه هو مثل ما شفت اليوم انسان ما خصه باي خبريه من عنا من الشارع فوجد مقتول على صلاه الفجر. طب انا شو عندي دليل؟ مين بيضمن لي سلامتي انه انا اكون رايح على شغله فحدا يعتدي علي او حدا لا قدر الله يخطفني ويعمل فيه شيء ويقول له تعالوا شوفوا زهير مراد شو عمل؟ فنحن بغنى عن الخبريات. فانا مثل ما هن تفضلوا واعتقلوني وانا كل الاحترام بقدم لهم وحقهم ونحن بدنا نساعدهم لضبط امن البلد والى اخره، بس ولكن في حقوق للناس. كيف بتكون حمايتك؟ حمايتي هن، ما هن الدوله هن بيعرفوا كيف بدهم يحموني. انا شو خصني؟ انا شو خصني بالخبرات كلها اصلا؟ ماشي؟ فانا بس مشان يكون معهم خبر. هذه كل القصه. انا بس في شغله كثير مهمه بدي اقول لك اياها، انه كان عم بيطلع اشاعات انه انا هربان من الدوله وصار شهر المخابرات الجيش ملحقتني والى اخره. فانا بس يعني بس هيك بشكل سريع، كنت انا ذكرت على احدى وسائل الاعلام انه انا كان عندي مباراه مع الفريق اللي هي نهار الاحد قبل ثلاث ايام من ما يتم اعتقالي، والمباراه كانت منقوله وبالدوري اللبناني، واذا بدك فوكسوا كثير الكاميرات علي ليعرفوا بقى انه انا موجود وماني هربان. فاتمنى يعني ست بولا انه عم بيصير في اذا بدك خبص ببس الصور تبعت الناس، ماشي؟ وكمان على سبيل المثال، بما انه انا الحمد لله كل الناس تعرف انه انا اي تي مانجر باحدى الشركات، فبدي اقول شغله يعني انه لحتى اختاروا لي الصور الأسوأ اللي انا كنت مركز فيها بالمباراه، واذا ماني غلطان كنا خسرانين ومتى، والحمد لله الناس بتعرف انه انا بس كون بالمباراه كون كثير يعني مركز، فلحتى اذا بدهم يشتغلوا على الفوتوشوب ما عارفين يشتغلوا، فنسيين الكرسر او البرش بنص الصوره. فيعني هزلت اذا بدك. ايه صحيح. طيب زهير، ليه انحكى انه على علاقه انت بالشيخ باحد قياديي يعني كتائب عبد الله عزام سراج الدين زريقات؟ لماذا ليه كان في حديث عن هذه العلاقه؟ ست بولا، انا بكل صراحه وقلتها والدوله معها خبر الى اخره، انه الشيخ سراج الدين زريقات انا بفتره من فترات كنت اعلمه بالازهر كمبيوتر اللي هو بدار فتوى 100% صحيح، بدار الفتوى ماشي، وهي سنه من ست او سبع سنين وبعدين خلصت وكان الله يعني خلصنا وتسكر الموضوع. هذه كل القصه. نعم. ماشي. وفي عفوا، بس في كثير خبريات والى اخره طلعت انه انا ما بعرف نعيم عباس او هيك والى اخره. صحيح. كمان بين تو كوتيشن بدي اقول لك شيء كثير مهم، انه للصراحه وبكل امانه بكل الفتره اللي انا قعدتها بهيدي ما ذكر اخر انسان. من سالت عنه؟ ما سئلت صدقيني للامانه. ما يعني سؤلت. باعترافات نعيم عباس ما ذكر اسمك برايك؟ وما بس هيك، ما بس انا ما خصني شو انا قاعد معه، انا عم بقول بكل الفتره اللي انا سالت عنه وتحقق معي والى اخره ما ذكر. فاحداهم بيقول لي بس ظهرت انا ذكروا انه نعيم عباس قال انه انت بتعرفه او لك علاقه معه والى اخره. قريناها بالصحف زهير. فعاب عيب كثير يعني بعتقد. في يعني مغالطات انكتبت عنك بالصحافه. صحيح، اكيد ست بولا اكيد. فانا بدي بس اتمنى انه عيب. ويعني كمان هيك كمان من تو براكت كمان بنقول شغله، انه ليش مثلا يعني انا صدقيني وانا لست من متابعي الاخبار. فاليوم على احدى الوسائل الاعلاميه يا اليوم يا امبارح مشان نكون دقيق ذكروا بالتكر عندهم انه القبض على مثلا نقول زين دوت ميم باتهامه او لاشتباهه او لانه طلع بجمع متفرجات والى اخره. طب هيدا اللي طلع عم بيعمل ما بعرف شو ما ذكرته، طب ليش انا بدي يذكر اسمي؟ وانا ان شاء الله ما عندي مشكل والناس الحمد لله كلها بتعرفني، فاذا كانوا في 1000 بحبوا زهير مراد فصاروا الوف بحبوا زهير مراد، فكل انسان بينذكر باعماله. ان شاء الله ما بنسمع باسمك زهير الا يعني رافع اسم لبنان بالفوتبول، هيدي اللعبه الشعبيه اللي كثير معلقين فيها اللبنانيين. وانا بشكرك على وجودك إن شاء الله معنا، بتمنى رسالتك تكون وصلت. بس تفضل. بس الدقيقه ست بولا، بس انا يعني حابب بس بين شغلي كمان للمشاهدين، انه مثل ما انا كمان بينت على عده وسائل الاعلام بين على هيك على شاشتكم الكريمه، انه نحن كل الناس صارت تعرف شو موقفنا من هالمواضيع،
ونحن ضد قتل الأبرياء والمدنيين أيا يكن انتمائهم الديني. هاي شغلة. شغلة تانية، تحية لكل إنسان وقف حد زهير مراد ووثق بزهير مراد وأحسن الظن بزهير مراد، وخاصة يعني أصحابي اللي ينتموا لديانات مختلفة، وأخص بالشكر أكيد إدارة نادي الرسينج على رأس الوزير ميشيل فرعون اللي بوجه له تحية من قلبي، والأب الياس فرح، الأستاذ جورج فرح، الأستاذ جورج حنا، والكابتن سعيد بندلة اللي بيحترمهم. وفعلا أقول قدام كل الناس أنه هؤلاء عائلتي الذي أفتخر بها الكروية أكيد. أهلا بك سهير، أهلا وسهلا فيك. ويعني ما في شك أنه أخطاء بتصير بأحسن الدول، فكيف على بلدنا وعليته في هذه المسألة؟ هون بدي أسمع تعليقك. ما في شك 41 سنة بالقضاء شفت شوفات، فينا نقول في ناس بتنظلم، في ناس كمان هيك على أنا كلمة إخبارية صغيرة كتير كتير على يلي حصل معه. بس أنا مثل ما هو صار معه وصار معي، أنا بعتبر أنه مثل ما هو انظلم أنا انظلمت. بشو؟ من الإعلام، والسبب هو الإعلام. أي. الإعلام، ما هو قال لك التواصل الاجتماعي صاروا يكتبوا أخبار عليه، وهيدا يلي خلى أنه الدولة أو السلطات الأمنية تتحرك. أول ما بلش حديده بس كارثة إذا اليوم الأمن قائم على شو بنحكى على مواقع التواصل الاجتماعي. خليكي، التواصل الاجتماعي صاروا يحكوا ويشككوا، ما بيقدر يمنع انه بهيك حالة مثل ما عم تقولي الشعب كله خيفين يعتبروه اخبار. مزبوط يا ملا؟ ويلي تم انا زعلانة اكتر ما هو زعلان. كتر خير الله انه ما انحبس فترة وسعيه وتبينت الحقيقة. روحي شوفي ببلاد العالم على المطارات شو كيف بنتعامل، كيف بيوقفوا الناس، كيف بيحققوا معها، كيف بيدفشوا فيها، وبعد ما يعملوا هيك بيقولوا لها ما تفرزونا. اعتذر. يعني مش هالبلد الوحيد حاليا. بمطارات كل الدول عم يتعرض اي الانسان من اي جنسيه لامور كتير 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 بتحط من كرامته. للاسف اذا حامل باسبور لبناني صار اكثر واكثر وضعنا سيء بالعالم. يمكن كله. انا بدي اسالك، تعرض بيتك لسرقه من فتره؟ وكيف لك كان ايه من حوالي يمكن 6 شهور 7 شهور نعرف شيء؟ ولو عرفت ليش بدي اعلن؟ ايه كيف يعني؟ اذا عرفت الحرامي ما بتعملي شيء؟ ايه اوقات، ايه اوقات، ايه اوقات ما بتحبي ترجعي تعيشي نفس الفترة العصبية. يعني كأنه منا سرقة كلاسيكية أو تقليدية؟ بيسوى. ما بدك تخبرينا أكثر عن هذه النقطة؟ لا، لحتى ما أرجع عيشها عن جديد. تفضلي. طيب مرة جديدة بدي أشكرك زهير مراد، كمان بدي أسمع تعليقك بهذه القصة. استزروني، أنت محامي واليوم صرت وزراء، هيدي يعني مسؤولية على الجميع. خطأ بيصير مع شخص، في ناس عم تدفع حياتها ويمكن تكون فعلا مظلومة بس لأن في شك ما بمظهر ما، شو لازم نعمل؟ أنا هلا في معطيات ما بعرف شو هي المعطيات اللي خلت الأجهزة الأمنية تتحرك. اللي فهمته إنه ضل موقوف 48 ساعة. واعتذروا منه ومشوه. 48 ساعة رئيسي بتأكد إنه هو المهلة القانونية للتوقيف الاحتياطي للتحقيق، وصار التحقيق وترك بعد الفترة يعني. هلا طبعا في قوانين هلا التطبيق اوقات ما بيكون على قد المطلوب، بس هذا الشيء موجود حتى بالولايات المتحده. يعني بتعرفي بعد باتريوتيك اكت طلع وكان في مس كبير بحقوق الانسان يعني. وهذه الولايات المتحده نعم تتحارب الارهاب. كيف نحن كل بلدان العالم عم يتصرفوا بنفس الطريقه صايرين. خلينا نتوقف مع فصل اخير في هذه الحلقه ونعود الى ضيوفنا. نتابع هذه الحلقة مشاهدينا وسنغوص أكثر بملفات الوزراء، وهي طبعا وزارات. بدي بلش معك أستاذ ألا حكيم. دكتور ألا حكيم، كان عندك مبادرة مع جمعية التجار، تجار بيروت على ما أعتقد. مزبوط. لأنه نحن ضمن إطار 3 أشهر ما جايين تنعمل معجزات إنجازات ولا معجزات، لأنه عم نجرب نعمل واجبنا، والواجب هو الشراكة مثل ما قلت لك بأول حلقة. وبهالشراكة طلعنا بفكرة كتير مهمة مع
مع جمعية تجار بيروت وناويين نعممها على جميع الجمعيات على كيد وعلى جميع الغرف الاقتصادية بلبنان، اللي هو حملة مهمة كتير اسمها بتحب لبنان دعم اقتصاده. هلا على اكيد رح حب صناعته كانت رجعنا بموضوع على اكيد حمله ثانيه ضمن هالاطار لتحفيز. كنت عم تسالينك كيفيه تحفيز الاستهلاك، الاستهلاك مثل ما قلنا اليومي ونلبنن الاقتصاد اللبناني للوقت الحاضر. كيف يعني؟ مع العلم يعني نحس الناس يشتروا صناعه لبنانيه. هيدا كان شعار على كل حال ايام المرحوم الشهيد بيير جميل، هو اللي طلع فيه. مزبوط، واخذنا الفكره وطبقناها كمان على الاقتصاد وعلى الاستهلاك اليومي بالمناطق بالبلدات بالمدن. اذا بدك ضمن اطار كل واحد منطقته بقدرته الشرائيه الموجوده انه يستهلك، لانه اليوم التكاتف اللبناني اللبناني هو اهم شيء للاقتصاد اللبناني، وهذا اللي بدنا نحققه بمدى قريب جدا ان نعم. شاء الله. ان شاء الله. طيب ومشاريعك غير هذه النقطه بالوزاره، صحيح 3 شهور او 5 شهور او 6 شهور بعدين اذا كان في تصريف اعمال او سنه او سنتين شو ناوي تعمل؟ شو ما كانت المده بما انه الاعمار بيد الله مثل ما قال اليوم مثل ما قال الوزير ابو فاور. مزبوط. عندنا شق اول، عندنا اول شيء شق اصلاحي اداري، شق اصلاحي قانوني، وشق اصلاحي تشغيلي رح نقوم فيهم ضمن اطار عام، على القليل نحط البوادر حتى لو اللي اجى من بعدنا بيقدر يستعملهم ضمن هالاطار هذا. هيدا على اذا بدك على الـ على الصوره العامه. على الصوره العامه نعم، والتفاصيل بنتركها بعدين يعني على اكيد بس تنشوف كيف بدنا نشتغل نطورهم على اكيد. نعم. سيدتي كمان بوزارتك خبرتينا عن ملف بريح، بس شو مخططك؟ وهل حتى خارج الوزاره أليس شبطيني حابه تترك بصمه ولو كانوا 3 شهور؟ اوف كورس. بشو؟ باي قضيه؟ باي شو الاعز على قلبك سياسيا انك تتركي تغيير ما فيه؟ أنا خاصة عفوا إنه بعد جمعتين تطلعي على التقاعد. أكيد أكيد، بس أنا بكل عمل في بصمة. ولا يمكن إنه إنسان يشتغل جديا ما يكون في بصمة. بتطلع بالوزارتين لحد مني بفتشوا على تطورهم وعلى استمراريتهم. نحن بالوزارة هدفنا إنه تخلص الوزارة، يبطل في مهجرين ولا وزارة مهجرين. أكيد أكيد، بس وإن شاء الله تكون على أيام. معقول يضيفوا لك ملف اللاجئين مثلا؟ لا، اللاجئين تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. طيب حكيتينا عن ملف بريح، في ملفات أخرى اليوم بعد بالوزارة موجودة بالجرور؟ في فرسلوين، فرسلوين ملف قانوني وفيها صعوبات، لأنه هيدي الضيعة كانت من ضيعة الوزير شكيب قرطباوي وعيامه ما انتهيت. لنشوف شو بنقدر نعمل، لأنه لأرجيكي قدي صعب. في عندك المصالحات هي يمكن النقطة اللي بيشتغلوا عليها أكثر شيء. أكيد مصالحة، أكيد المصالحات، وعندك قضايا قانونية كمان شائكة بتعرقي للمصالحات، بتعرقي لها. مثل شو؟ مثلا في احكام غيابيه صادره بحق ناس لبقى يقدروا يرجعوا، لبقى اذا كان بدهم يرجعوا يتحاكموا على جديد، هيدي بتعرقل وتاخر مصالحات. عندك دعم من الوزير وليد جنبلاط لعملك اللي هو كان دائما يعني وصي على هذه أنا الوزاره؟ ما شفته، وعرفت انه كان حابب يحكيني. اكيد بيحب يحكيك، بس سمعت قال له لسعادة المدير العام سهل له وسهل له الشغل وهي النوايا حسنة جدا. ضروري بعتقد هذا التسهيل لعملك، يعني تبين هذه الثمار. ان شاء الله بشكره، بس كان رايد يسهل معناتها بنشكره من كل قلبنا. شيء جيد اكيد. وبكره شي نهار بطلع بزوره، بزور كل الفعاليات يلي مسؤولة، إن كان البطريرك غبطة البطريرك، المسؤولين بكل كل المناطق يلي فيها مهجرين، لازم أخذ رأي شو عندهم مشاكل، شو عندهم حلول، نستشيرهم ونشوف شو بنقدر نعمل المصالحات. ريمو عريجي بدنا نتعود عليها. خلص الغنج. خلص الغنج هلا. وزارتك وزارة عليها كثير من الأضواء، المثقفين، الفنانين، خاصة فنانيننا الكبار لما يطلعوا بيحكوا بيقولوا ما منحس في وزارة ثقافة،
ولا منحس في أي اهتمام من الدولة فينا. لما بيموت الفنان بيحطوا له وسام وخلصت انتهى هالدور. شفناك كمان يعني مع الشاعر الكبير أنس الحاج، حكيت كلمتين كنت بعدك مستلم. شو ناوي تعمل بهذه المسائل، خاصة أنه هؤلاء أشخاص المنادر مفتوحة لهم، مهجرين مغلوب على أمرهم، في الاقتصاديين والأشخاص اللي على تماس بوزارتك، هؤلاء بتعاطوا مع الإعلام، بيطلعوا على الإعلام وممكن يقوصوا على الوزير، شو بدك تعمل؟ لا هلا بيقوصوا على الوزير أو ما بيقوصوا على الوزير هذا موضوع تاني. أنا بشتغل وفقا لما بيملي علي ضميري ومعرفتي وفقا للأصول. هذا هيك بعمله. هلا بيعجب كتير ناس ما بيعجب كتير ناس هذا موضوع تاني، بشاركهم بحاورهم قد ما بدك، بس انه ما همي اذا بيقوصوا او ما بيقوصوا هذا موضوع تاني. هلا انا رح نتلاقى الجمعة الجاية مع كل النقابات الفنانين ونشوف بالفعل. انا عندي فكرة عامة عن الموضوع، بعرف انه الفنان او المتروك نوعا ما بلبنان من قبل الدولة، الدولة ما بتطلع فيه. رح اجتمع معهم نشوف شو المشاكل واذا عندهم حلول، وانا رح اعمل كل جهدي بما اوتيت من جهد وعقل وعلاقات توصل لهم صوتهم واكثر من صوتهم، جرب لاقي اليه للحلول اللي بتناسبهم. ما اوتيت من ميزانيه ايضا، لانه مثل ما فهمنا انه ما عندك بنعمل بينشغل من دون ميزانيه. انت يعني كوزير فيك تاخذ مبادرات مثلا ما بدها اموال ربما؟ لا اكيد. هلا الاموال مش ضروري تكون من ميزانيه الدوله، من ميزانيه الوزاره، فيها تنوجد من غير محلات، يعني فيها تنوجد بينفتح اعتمادات اضافيه او بينخلق صناديق تعاضد، بينحكى مع شركات تامين، بنشوف. يعني ما بدي غوص بالموضوع قبل ما ابحث معه مع اهل الشان بالاول. نعم. بس انا عندي هيك طموح بسيط، اول شيء في طموح اعلامي بسيط صغير، يعني تصوري وزاره ثقافه الويب سايت تبعها بحالة كوما، يعني منه ميت تقريبا. هذا شيء مش هذا ممكن تلاقي مثلا فولنتيرز يهتموا بهذه المسألة، وما في شك انه كثير بيتطوع، وفي ابدى القطاع الخاص كل استعداد للمساهمة بتفعيل هالويب سايت. مش بس نفعله على شهر وشهرين، لا بدنا نلاقي له خطة طويلة الأمد ونعبيه كمان بمعلومات، ما بيكفي. وهلا الحلم الكبير كان هو طبعا بلبنان بينقص متحف لل عندنا متحف الوطني، لا متحف هذا للاثار. بدك متحف فني، متحف فني يعني ميزي دار كونتمبورين، هذا حلم كبير منه موجود. يعني في فكره عم نجرب نشتغل عليها، لانه المتحف التراديسيونيل بده ارض وبده بنا بده مصاري كثير. نعمل ميزي فيرتويال، يعني تتصور اللوحات تنحط على الويب سايتات، بصير العالم كلها بتقدر تفوت من وين ما كان تشوفها تقري عنها، لحين ما يكون تحقق الحلم الاكبر. صحيح. نعمل يكون في متحف. يكون في عندنا مثلا لوفر او متحف ما بهذا المستوى. في فكره مع احدى الجامعات اللبنانيه رح نبلش نشتغل عليها من بكره، بركة تزبط الفكرة. بس هيدي يعني هيدي بعتقد يعني سهلة، لأنه كلفة الإنترنت منا كلفة عالية، سهل كتير تشغيلها. ما في شيء سهل، بدك تروحي تصوري، بدك تنفضي، يعني وزارة الثقافة بتملك من اللوحات والمنحوتات شيء بياخذ العقل، منسية بالوزارات، حالتها حالة، منسية بالديبويات. هذا تراث لبنان، هذا مبدعين لبنان متروكين ترك. نعم. يعني بتأمل أقدر أنفض الغبار عن هالأشياء وطلعها للجمهور تيشوفوها، حرام. أكيد. هالكنز المدفون. ما في شك. طيب بدي ارجع لعندك، وزيرة واحدة بالحكومة، كمان في تعليقات كثير. قد عشرة. ايه كيف؟ قد عشرة. منيحة هيدي، حلوة كثير قد عشرة، بس ما بتعتقدي كانت كمان يعني قليل؟ يا ريت. بلد مثل لبنان. يا ريت. المرأة عندها إذا بدك حق المشاركة السياسية والاقتراع مع أوروبا تقريبا. مسموح إنه اليوم بوضعنا بال 2014. عم أقول لك يا ريت. ايه. في غنية يا ريت. نعم. هيدي مسؤولية، بس كمان يعني على الأطراف السياسية وعلى اللي بيسموا تب الكتائب بعراقة هذا الحزب. ما بتعتقد أنه يا عمي شغلة منيحة لصورتهم أنه يقدموا مرأة كمان على حكي؟ على الأكيد، ما في شيء بيوقف هالموضوع. مش ضروري تكون كاثوليكية يعني. لا. بس أكيد أكيد حزب الكتائب حزب براغماتي ديمقراطي، وهالفكر موجود وان شاء الله لقدام وخير بالوزارات المقابله. طيب رونيا ريجي ايضا في هذه النقطه، المراه عامل حصه للمراه للسيده، وخاصه
سيدة ريما فرنجية يعني بنشوفها ناشطة جدا طبعا. ما بتعتقد انه لازم وناشطة بقطاع الثقافة ناشطة بقطاع الثقافة ولكنها سيدة مسيسة عندها فكرة عندها آراء طبعا طبعا ونحن بالمردة اصلا في كثير بنات في كثير نسوان سيدة ريما فرنجية بتشجع هالشيء في زميلتك صديقتي فيرا يمين في كثير بنات ونحن بالعكس ما عندنا هالتمييز ابدا مش موجود يعني ايه بس ما شفنا غير فيرا ما شفنا يعني اسماء على الزميلات انه يثبتوا كمان هن محلهم يعني ايه الباب مفتوح كمان نحن في بس اذا بتسمحي لي اكيد في مسؤوليه على المجتمع يمكن عم بيحط عوائق بس كمان في مسؤوليه على الجنس على الجنس اللطيف انه كمان هو يقرب ما حدا في محاميات اليوم بالقليل بيقول لك اشطر من المحامين واقوى وشخصيه قويه ما حدا منعهم بالجسم القضائي في عدد النساء اكبر من عدد الرجال نعم بالاطباء اي طبعا بالاطباء في اطباء ما في شيء بيمنع طموح حدا يوصل بلبنان في الوضع القبلي في العقليه الذكوريه يعني هيدي والسيدات بصغرتها معروفين انه نقوية وطحيشه يعني اكثر شيء يمكن لازم يكون في لدى المرضى سيدات عندنا كثير طبعا عندنا كثير في انتخابات نيابيه رح ترشحوا نساء هلا ونرشح نساء بصغرتها وين ما كان بصغرتها بتكون مضمونه بتطلع مثلا ما لا لحترشحوا خارج صغرتها؟ نرشح رجال او نساء مش الموضوع لحترشحوا خارج صغرتها؟ طبعا كل عمرنا بنرشح ليش لا؟ انه ما فهمت وين المشكله بالكوره اي طبعا طيب لا يمكن تنطرح الامور مش بالضروره بس بالكوره بوقتها تنشوف القانون قانون الانتخاب كمان شو هو التوجه في هذه المساله؟ يعني عندنا انتخابات نيابيه مفروض نحن هذه السنه ما حدا عم يجيب سيرتها وما حدا عم يشتغل انه الانتخاب. انا بقول لك اكثر من هيك اذا الحكومه الحاليه هي ما بقدرت تحضر للانتخابات النيابيه ما بتصير بوقتها مستحيل لانه الحكومه جديده تتطلع وتاخذ الثقه اذا افترضنا انه صار انتخابات رئاسه جمهوريه وتشكيل حكومه وتاخذ الثقه وترجع الحكومه تحط قانون الانتخاب وينزل على مجلس نواب ويصوت عليه مجلس نواب راحت الانتخابات. الكتائب ماذا ترى في قانون الانتخاب؟ كيف لك؟ تشرين؟ كمان مثل ما قلت لك من ناحية الحكومة اليوم ما انتخابات برلمانية ما فيها تكون هلا ما عندنا وقت بهالموضوع اليوم الأولوية الأولى هي الانتخابات الرئاسية بينما تحطي تغيري قانون انتخاب وترجعي تنتخبي إجباري أكيد 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 ولكن مش بهالفترة هيدي إجباري بهذه الفترة يعني إذا ما كانت بهذه الفترة كارت الانتخابات البوادر ولكن لازم يكون في ست أشهر قبل على القليل قانون انتخاب يعرف المرشح أي يعني قانون بده يترشح موقفنا هو على أكيد ضمن إطار قانون انتخابي متطور هل سيكون هنالك نساء على لوائح الكتائب؟ لازم 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 والحزب عم بيشتغل على الموضوع ضمن إطار عام طيب بدي أختم معك معالي الوزيرة كلمتك الأخيرة ونفس الشيء هل معقول تترشح إلى الانتخابات النيابية حضرتك شخصيا؟ بوقت الحاضر لا طالعة من القضاء بعد جمعتين ووزيرة اليوم شو بدك أكثر من هيك دعمي؟ إذا ما تغير شو بدك أكثر من هيك دعمي؟ لازم يكون صار لي سنتين ترك القانونا ما فيك لكن ما في اذا كان ما تغير القانون صحيح نحن اذا ما تغير القانون ما فيك يعني كقاضيه ان تترشحي على الانتخابات النيابيه اذا ما تغير هالشغله اذا تغير القانون ناويه على الخير كل كل حادث له حديث يعني لازم يخافوا منك هلا بجبال او بطرابلس وين انا ليش ما ببيروت مثلا لا بيروت طموحك كل شيء وارد بالحياه كل شيء وارد بس في مقعد ماروني بطرابلس واحد وفي بجبال مقعدين وين بتحسي عندك ما فكرت فيهم بوقت الحاضر يمكن قلت لك نقي غير محل ما حدا بيعرف طيب شكرا لك شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة وعلى هذه الإطلالة الأولى المطولة لكم ثلاثتكم بدي أشكركم دكتور أنا حكيم سيدي أليس شبطيني أيضا دكتورة والقاضي والوزيرة الآن أستاذ ريمو عريجي أهلا وسهلا فيك بشكركم على حضوركم وأنا بشوفكم مشاهدينا الأسبوع المقبل أيضا في حلقة جديدة تصبحوا على ألف خير